سمعت انه المسلسل كان بالبدايه للفنان غالب جواد، عرفت المعلومه بمصادري، وانه رفضه بسبب قله الاجر فراح الدور لك، وبعدها حتى غالب جواد يعني زعل منك لانك قبلت الدور. تتطلب جرأه؟ لا ما تتطلب جرأه. غالب جواد نجم كبير وصديقي، وانت ما عرفت يعني مين عرفت هاي المعلومه، بس اني طرح علي الموضوع بالشهر السابع، ويقال انه هو يعني هو قال حقي، خلي احكي لك الامانه، هو انا شفته قال لي انا بشهر العاشر قالوا لي، فانا من شهر السابع صار اتفاق مع الاخ سلام عرب، وقال لي سوي لحيتك، طولت لحيتي وشعري وكذا، يعني ما اعرف، اسالوا جهه الانتاج، بس انا من السابع كنت، ومع هذا لو غالب مأديفة، غالب ايضا فنان كبير وإلى جمهوره. زعل عليك غالب الجواد؟ لا ما زعل، اصدقاء، بالعكس هناني الولد وكذا، ومن يقول حقيقي الموضوع ما اعرف، اساله جهه الانتاج. يعني مع احترام الغالب، هو نجم كبير او مهم، بس انا هو قالوا ما حد يأدي الشخصيه غير محمد، هو صدق راكب عليك جدا. او انت حياتنا النجم، مع احترام الغالب هو فنان كبير، اتمنى يجمعنا عمل سوى انا وياه، بس الشخصيه يعني من البدايه كانت لي من شهر السابع، وهذا موثق لا صح، يعني أنا شاهد على الموضوع، وهواية من الناس تعرفك كانت تدري أنه أنت تحضر هذا العمل.